خلونا نروح لدكتور هالة صلاح، وده خبر مهم جدا، او يعني موضوع عايزين نتكلم فيه. دكتور هالة صلاح رئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، سعدنا وشرفنا الحقيقة بأنها كانت ضيفتنا في هذا البرنامج. كان من كام شهر والله ما انا متذكر. الو تقريبا دكتور هالة، كان من قد ايه يا دكتور؟ مش فاكره ولا يمكن 4 شهور تقريبا مثلا. 4 شهور كنا كنا سعداء جدا بهذه الاستضافه بصراحه، وكنا متشرفين. دكتور هالة، واحنا بنتكلم على تاسيس التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، الى اي مدى بتشوف دكتور هالة صلاح ان ده يصب في مصلحه المواطن وينعكس عليه؟ هقول ايه، مش عايز اسميها بشكل حاد لان كده التعبير هيبقى شديد، بشكل ملحوظ. بالظبط. ولاحظتك النهارده الحقيقه زي ما اتفضلت الاستاذه ليلى وقالت الاجتماع، انا ما تخيلش ان احنا هنقعد المده دي كلها. قعدنا بتاع 4 5 ساعات، الكل بيحاول يشوف ايه اللي يقدر يقدمه مع الدوله علشان كل حد يستحق الحاجه دي توصل له. لان النهارده كان النقاش قاعده البيانات دي ازاي هننقحها، ازاي قاعده البيانات دي في الاخر هتوصل لكل واحد احتياجه. يعني ممكن حد يكون محتاج علاج، حد محتاج مشروع صغير، حد محتاج برضو تغذية من نوع ما علشان مشكلة التقزم اللي بدأت تظهر. الحلو بقى حضرتك ان اختيار الناس اللي قاعدة النهاردة على الترابيزة كان اختيار في منتهى الذكاء، لان انا لم اشعر بتكرار اللي موجود. كل واحد عنده زي ما يكون كده حضرتك عارف جدار بتبنيه، كل حد موجود كان بيسد فيه مكان علشان في الاخر تحت مظلة حياة كريمة بفكرها اللي انا شايفها رائع. انا والله ما توليت المستشفيات كنت بحلم ان كل المتبرعين والجمعيات اللي بتقدم تبرعات لمستشفيات القصر العيني كلها تبقى تحت مظله واحده لمنع التكرار. ساعات حياتك بدون الناس ما بتعرف، نفس الناس بتعمل نفس الحاجه اكتر من مره لنفس المجموعه من الناس، وده مش ده المطلوب. المطلوب ان تتسع دايره ويتسع نطاق عمل هذه المؤسسات علشان ابعد حد في ابعد مكان في مصر يشعر ان الدوله شايفاه والدوله واخده بالها منه والدوله بترعاه. ده احساس يعني انا مش عايزه اقول لحضرتك، انا متخيله كده بيدي قد ايه انتماء للمواطن البسيط اللي انا مصممه ان مفيش مصري غلبان. انا مصممه ان مفيش مصري غلبان لان في دوله وفي جمعيات وفي مجتمع مدني بيدور عليه، هو اللي بيروح له علشان يوفر له كل احتياجات الحياه، ده ما يبقاش غلبان، الغلبان بقى اللي ما عندوش حد بيدور عليه. معاك يا دكتور هالة. تمام، فبقول لحضرتك وكان النهارده في وضوح رؤيه وكان في تحديد للمطلوب وده كان مهم. وبعد شويه لما الحوار تطور كل اللي كانوا موجودين تشجعوا، كل واحد قال انا هساهم بكده وانا هساهم بكده. واضح ان التنسيق النهارده وده اول اجتماع اتعملت له رؤيه كويسه، وان الاجتماعات الطلب انها تكون اسبوعيه. حلو. وده طبعا معدل عالي جدا طبعا لهذا النوع من الاجتماعات. الحقيقه الاجتماع النهارده كان يعتبر اجتماع استراتيجي، بعد كده هيجتمعوا كل اسبوع في صوره لجنه تنفيذيه. الاجتماعات الاسبوعيه تبدا من امتى بقى يا دكتور؟ من الحد الجاي على طول كده خبط لزق. انا والله يعني مبهوره الحقيقه. يعني حماس واصرار شديد جدا على ان تاثير او يعني اللي بتعمله حياه كريمه مع الجمعيات المجتمع المدني يوصل باقصى سرعه. احنا كنا بنتكلم على رمضان، وكنا بنتكلم على فتره العيد، كنا بنتكلم على دعم للمرضى، يعني نطاق واسع جدا من الخدمات. وفي نفس الوقت مطلوب انها تتم بسرعه شديده، قدامنا اسبوعين ثلاثه عظيم تبدا الناس تنزل تقدم الخدمات. عظيم دي. عظيم والله عظيم. انا كنت سعيده جدا، وزي ما اتقال طاقه ايجابيه وطاقه تبين ان فعلا المصري طبعا مهتم. يعني احنا حتى عارضين على الشاشه يعني الشركاء، او لو صح التعبير شركاء النجاح في التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي. طبعا هي فيها مؤسسات الواحد يعرفها، فيها مؤسسات انا يعني لجهل مني ما اعرفهاش، لكن انا شايف قدامي جمعيه الاورمان والجود، وشايف قدامي طبعا مؤسسه حياه كريمه، شايف قدامي الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسه الاهليه، مؤسسه مصر الخير، مؤسسه مجدي يعقوب، المعهد القومي للاورام، وجمعيه دكتور مصطفى محمود وبهيه،
وأهل مصر والبقيات الصالحات ورسالة والمعهد القومي الأورام، وفي حاجة أنا مش عارف أقراها علشان نظري ضعف وعجزت. لا والله يا دكتور انا عايز اعمل كشف نظاره ولا ايه مش عارف. طب يلا هاجي لكم مستشفى في القصر العيني، بس انا ادفع لان انا لست اولى بالرعايه، احنا عايزين رعايه ربنا وفي صناع الخير ده نتشرف فيه. ومؤسسه العربي، الله بحبهم قوي، لتنميه المجتمع، ومؤسسه ابو العينين وكير، ومؤسسه ايه كمان، مؤسسه عداله ومساند، يعني انا شايف اكبر مؤسسات في مصر موجوده ومؤسسات ذكية. أنا النهاردة كنت بقول لهم لكتير منهم، أنا ما بتعامل مع حضراتكم في مستشفيات جامعة القاهرة، حضراتكم بتتسموا بحاجتين في منتهى الأهمية. حضرتك جاي عارف تتعاون إزاي مع مستشفيات جامعة القاهرة، وأهم من ده كله حضرتك بتتابع الدعم اللي بتقدمه لنا حضرتك، إحنا بنستعمله إزاي، وبعد ما بنستعمله وبنطبقه حضرتك بتتابع معايا. المتبرع الذكي هو المتبرع اللي المفروض يكون موجود على الأرض، صح، لان هو بيخلي المتلقي هو كمان يعني مستعد فعلا يتابع معاه عشان يثبت طول الوقت ان التبرع اتحط في موضعه. دي حاجه غايه في الاهميه والله. طبعا طبعا طبعا. دكتور هاله انا بشكرك جدا 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 جدا، كل الشكر للدكتور هاله صلاح رئيس مجلس اداره مستشفيات جامعه القاهره.